اهلا ومرحبا بكم في الحصاد، نقدمه لكم من قناتكم شوف تي في. البداية ستكون بالعناوين: انعقاد ندوة صحفية تضامنية مع المدرب مصطفى العمراني، حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال في لقاء شعبي مع سكان حي بن مقادة بطنجة، سعيد بالخياط عضو الكاف يتحدث عن الاتفاق الموقع بين الكاف وشركة فايف سبور. شهدت مدينة بن سليمان الثلاثاء بدار الشباب انعقاد ندوة صحفية تضامنية مع المدرب مصطفى العمراني. الندوة انعقدت تحت شعار الجمعيات في ظل فاجعة وادي الشراط، وعرفت الندوة حضور مجموعة من المحامين والحقوقيين وعائلات الضحايا الذين قضوا غرقا في وادي الشراط، حيث عبر الجميع عن رفضهم لاعتقال العمراني مطالبين الجهات المسؤولة بالإفراج عليه. لنشاهد. هنا بدار الشباب ببن سليمان تجمع أمس الثلاثاء العشرات من المتضامنين مع المدرب مصطفى العمراني، حيث عقدت ندوة صحفية تحت عنوان الجمعيات في ظل فاجعة وادي الشراط. أمام دار الشباب مدينة بن سليمان التنسيقية التضامنية اللي كنحيو جميع الناس اللي تضامنوا مع مصطفى العمراني ومع هاد الشهداء، وكنتمنوا من العلي القدير هاد جوج ديال الشهداء اللي باقي ما لحقوش الحرز ان شاء الله يكونوا ان شاء الله فيما قريب يفرحوا العائلات ديالهم. فجميع المغاربه من طنجة للقويرة ولا جميع المغاربه في جميع اقطار المعمور، فكل متضامن مع مصطفى العمراني لانه بريء بريء بريء، وان شاء الله حنا كنثقوا في العدل ديالنا وفي العداله ديالنا. يوم الخميس ان شاء الله غنسمعوا البراءه ديالو، لان من الصعب بطل مغربي كيتسجن من اجل شيء واحد وهو بغى يتضامن مع هاد الوليدات. يعني كما كنقولوا بان هاد البطل المغربي هذا فاعطى الكثير 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 من اجل هاد المدينه مدينه بن سليمان واجل المغرب ديالو، فعار وحشومه الانسان اللي كيعطي الكثير والكثير وفي الاخير كيتسجن. 15 محاميا وحقوقيون بالإضافة إلى أسر الضحايا رفعوا أصواتهم خلال هذه الندوة رافضين اعتقال مصطفى العمراني بتهمة القتل الخطأ، ومطالبين المسؤولين بالتدخل للإفراج عليه في أقرب وقت ممكن. هذوك الأبناء أصلا ماتوا ضحية غياب أو مسؤولية قصيرية ديال الدولة، أن كما أقول على أن البحر هو مرفق عام يتم تدبير شأنه لا بالنسبة للماء ولا بالنسبة للرملة ديالو من طرف وزارة الجيز باعتبارها هي الجهاز الوصي. إذن كان لزاما على هذه الجهة أن تقوم بما عليها لحماية هؤلاء الشهداء. كيف للمحكمة لا تستجيب لمقتضيات والحال أن المشرع أعطاها السلطة التقديرية لتمتع أي شخص بالإفراج المؤقت، خاصة إذا كانت الضمانات القانونية المتحدث عنها؟ ونحن لما تقدمنا كدفاع بطلب رامي إلى الصرح المؤقت كانت كل الضمانات حاصلة، كل الضمانات متوفرة. نطرح السؤال: إذا كان هذا النص مجرد ديكور في القانون الجنائي فلماذا نبقي عليه لنعدله؟ أصلا أستاذ يطلقوه حيت أصلا ما دار هو والو، وأصلا رئيس حكومة كيقول لهم أصلا هو باري، وماشي داك الدريت اللي مات وقال لهم هو باري، وأصلا كيمتشلنا بحال شي أب، ماشي زعما حصة لونطريمو، كيمتشل معنا شحال معاه، كيتريني بينا، كيخرجنا، كيفرحنا، كيدير معنا شي حوايج كشر من الآباء، كيمتشل ماشي كيخرج كثر من ولاد هنا كنقول في هذا المنظر الدراري اللي ماتوا غيتحملوا المسؤوليه، الوقايه المدنيه ديال الصخيرات والامن ديال الصخيرات، حيت حنا عيطنا عليهم مع ديك 12 ونص ما جايين، هما جايين حتى الثلاثه الجوج، علاش جاوا؟ جايين حتى ماتوا. ندوة صحفية ببن سليمان تدخل ضمن الحملة التضامنية للإفراج على مصطفى العمراني مدرب ومدير جمعية النور التي قضى 11 فردا منها غرقا في وادي الشراط. ترأس الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط لقاء شعبي مع مواطني حي بن مقادة بطنجة، وافتتح حميد شباط خطابه الجماهيري بدعوة الحضور الغفير لتلاوة سورة الفاتحة ترحما على الأطفال ضحايا فاجعة وادي الشراط. لنشاهد. كرامة المواطنين فوق كل اعتبار، شعار خطاب جماهيري حاشد ترأسه الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بالقاعة المغطاة ببني مكادة بمدينة طنجة،
الآلاف من الحاضرين رحبوا بحزب الاستقلال وبزعيم الاستقلاليين، تفاعل وانسجام تامين بين كل كلمة ألقاها شباط وبين الساكنة التي بدت متعطشة لمن يسمعها الحقيقة ويلامس عن قرب معاناتها ومحنها. لقاء ناجح لا من ناحية التنظيم ولا من ناحية الحضور، ما يمكن لي إلا نقدم تحية وفاء وإخلاص إلى ساكنة مدينة طنجة وإقليم طنجة ولكل مناطق الشمال. أولا حضور هذا اللقاء واللي كان الإنصات للخطاب السياسي لحزب الاستقلال دليل على تشبث سكان هذه المنطقة بمبادئ وثوابت التي يؤمن بها حزب الاستقلال. نحن مطمئنين الآن على هذه المنطقة لأنها يكون بها رجالات الحمد لله والنساء اللي غادي يقودوا واحد الاستحقاقات المقبلة بإيمان المؤمنين وبصبر الصابرين، واللي غادي يستطعوا باش يغيروا المنكر المتواجد الآن على المستوى الوطني وغيبنيوا مدينة طنجة وكذلك أقاليم الشمال. استياء ساكنة بني مكادة من أشخاص وأحزاب خانوا ثقتها لم تطفئه إلا كلمات حميد شباط الجريئة، والتي عدد من خلالها فضائح حكومة أسرفت في إثقال كواهل المواطنين بالزيادات المتتالية، فيما احترفت الكلام من أجل الكلام واهتمت بمصالحها وتركت الشعب في ظلام. كذلك كاين واحد الاستياء عميق داخل هذه الدائرة لأحد وزراء حزب العدالة والتنمية حصل على المرتبة الأولى، ولكنه الآن ضمن المختفون عن هذه الدائرة، ولهذا لابد أن هذه الأمة ستعاقب هؤلاء الذين يتاجرون بالدين ويتاجرون بقضايا الشعب المغربي من أجل مصالحهم الذاتية الخاصة ولا شيء غير ذلك. كذلك أبلغنا فشل الحكومة في جميع المجالات وخصوصا الإجهاز على المكتسبات وعلى القدرة الشرائية للشعب المغربي، بحيث رئاسة الحكومة وكل وزراء انقلبوا على أنفسهم وانقلبوا على برامجهم وانقلبوا على ثقة الشعب المغربي اللي تنعتبروها كانت أمانة اللي تحملها رئيس الحكومة والوزراء. هذه الحكومة اللي الجميع اعتبرها حكومة فضائح، 121 تقريبا فضيحة منذ بداية هذه الحكومة، هي من نعلم، ولكن هناك فضائح أخرى يمكن أن نكتشفها في المستقبل. مناضل القرب، هكذا يلقب قياديو وبرلمانيو حزب الميزان الأمين العام للحزب حميد شباط لقربه من كل شرائح المواطنين وكذا تقاسمه معهم الحلو والمر، كما يقف جدارا واقيا أمام كل حيف أو ظلم قد يمس المواطن المغربي. اولا نحن جد مسرورين من هذا اللقاء اللي يجمع ساكنه بني مكاده وساكنه طنجه على العموم بالاخ المناضل القرب الاستاذ حميد شباط في تظاهره خطابيه لشرح المستجدات السياسيه على المستوى الوطني وكذلك مستقبل ديال الحزب الاستقلال على المستوى كذلك الوطني خصوصا على مستوى الجهه. ولا ننسى ان الساحة السياسية تحفل حاليا بتغييرات وبحراك سياسي يستدعي منا كمناضلي حزب الاستقلال للتعريف أولا بهوية حزب الاستقلال ومرجعيته وكذلك باستعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي نفس الوقت إعطاء الفرصة لساكنة بني مكادة للقاء الأخ حميد شباط الذي الجميع يعتبره كحامل لحركة سياسية للتغيير قريبة من المواطنين، وهو كما تعرفون يدعى بمناضل القرب. الأمين العام بالنسبة لهذا اللقاء التواصلي، وكان الاختيار في هذا المكان هذا لنكون قريبا من ساكنة بني مكادة، وخاصة بني مكادة كانت قلعة استقلالية بامتياز، إلا أن في هذا العهد الحالي بغينا أننا نتبوأ عاوتاني المكان اللي كان كيتصدرها حزبنا اليوم معكم.
خطاب جماهيري ناجح بامتياز ينضاف إلى سلسلة اللقاءات التواصلية التي يحرص حزب الميزان على استمراريتها وتنظيمها في كل ربوع المملكة، والتي ينجح الأمين العام للحزب حميد شباط في ترأسها وكذا إقناع الحاضرين فيها لما في كلماته من صراحة وجرأة. وفي الخبر الرياضي، تحدث سعيد بالخياط العضو في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن الاتفاق الذي وقعه الكاف مع شركة سبورت 5 لتسويق الإعلام وحقوق تسويق المسابقات الكبرى التي تنظمها الكاف في 12 سنة المقبلة. نستمع في هذا الصدد لسعيد بالخياط. إلا المغرب، كتمس كل الدول الإفريقية، وبالفعل ما كانش خصو كل يوم، كانوا خصو الجامعات تنتسج. هذه 12 عام في 2004 لما تم هذا القانون ودات في الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي ووافق عليه كل الاتحادات، لان من 2004 وحنا كنخلصوا الفلوس باش كنشوفوا مقابلات المغرب. كل مقابلات المغرب شفتيها اليوم تلعبت على برا ولا في الخارج كتخلص عليها. دابا كيبقى المجهود ديال التلفزيون ديالنا. علاش؟ لان دابا ملي كتبع لي دوغ التلفزيون ملي كتكون الماتش عندك في المغرب كيمكن لك تدوزو في المغرب، ولكن الا في القناه الارضيه ماشي في القناه الفضائيه. الفضائيه عندهم منين يمشيو جاهم. هذا هو المشكل اللي كاين. لا، ماشي الحل ديال الجامعات، ماشي الحل ديال المغرب او ديال تونس او ديال مصر او ديال الاتحاد الافريقي. هاد الجامعات اللي صدقوا على هذا القرار، وماشي عاد اليوم، صدقوا عليه في 2004. شوف تي في بوايما دابا حتى التصفيات تصفيات مجموعه، وداك المداخل ديال التصفيات تعاود توزع على الدول. الفلوس كيدخلوا ويجمعوا والاتحاد الافريقي تاخذ الحق ديالو. هذا الشيء كان، انا كنقول لك تباعوا في 2004 تباعوا لي دغوا، ماشي عاد اليوم. 2004 ما دوزوش، و 2006 في مصر ما دوزش شينا لي دغوا، و 2008 شينا لي دغوا، و 2010 ما شاركناش ما مشيناش. ولا كوب دي موند ما دوزناهاش. علاش؟ باسكو انا طاش في لا كوب دي موند ديال 2014 ما دوزناهاش حيت ما عرفناهاش. ولا كوب دي موند ديال 2006 سيدنا الله ينصرو هو اللي شفي خلص علينا لا فينال دي في ولا شتي، لان التلفزيون بقات عندها الامكانيات باش تشكي دي ماتش ب 15 مليون دولار. كنقول لك والله 15 مليون دولار باش تدوز 30 مقابله في العالم وحنا ما شاكينش فيه. هذا الشيء راه مش شحال، هذه ماشي عاد اليوم. انا اللي كنتفاجئ علاش بحال هذا فقنا من 10 اليوم وكنشوف هذا الشيء. كان هذا اخر خبر في الحصاد. هذا تذكير بالعناوين: انعقاد ندوة صحفية تضامنية مع المدرب مصطفى العمراني، حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في لقاء شعبي مع سكان حي بني مقادة بطنجة، سعيد بالخياط عضو الكاف يتحدث عن الاتفاق الموقع بين الكاف وشركة فايف سبور. إلى هنا نأتي إلى نهاية الحصاد، دمتم في رعاية الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.